يا ولدي الخدامة. ما لا مالي ما ما شنو مشي التواليت؟ خمس سنين وانا خدامه هنا عمري ما رديت ليه البال ينزق. محتاجين نلعب انا وياك. علي ما محتاجين نبدلو دير الاخر دير هذا. علي ما خليني الله انت ولد مدام جميلة. اشنو سميتك؟ علي علي هادي سميتها بونزاي. بونزاي. ويلي 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 علي صباح الخير سي البشير. صباح الخير. سمح لينا بزاف ولدي. هلا ولدي هلا هلا حبيبي هلا. خلي ما دار والو لاله جميله. سمح لينا سي البشير الا ديرونجيناك الله يرحم بها الوالدين. عشا ما كاين لا ديرونجمون لا والو. كنقول لك ليه ما باقيش دخل. اسمح لي نسي البشير. علي thank you.
روز روز روز. روز. الما ما الما ما الما ما ماما بابا قرب يجي. اه حبيبتي ما بقى ليه والو يدخل، كيجي عيان كيمشي يكمد عضيماتو في الحمام وكيجي. انا نخرج. صلاة النبي عليك العزبة، كتسخري في الراجل وانتي جالسة ياك. ماما ياك ديما كتقول لنا بحال الولاد بحال البنات. بابا جا بابا جا بابا. حبيبة ديالي رضا كانوا عالي عزيمو صافا سيد زيد زيد بابا كيدير ولدي؟ صحة الله يعطيك الصحة لاباس يلا دخلوا تريحوا. الله يلا وجدوا راسكم العشاء يلا هاد التويجين جاي احنا موجودين. علي با 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 حبيب ديالي بابا بصح غادي نمشيو غدا با سيدي امي لالا وبليتي بابا كضرب 700 كيلومتر ديال السوكان ومن هنا اليومين غادي نمشي عاوتاني للعيون ونكمل الداخله وانت كتشوفيني باقي يلاه جيت خليتها تستراح شويه ونهضر في هادشي واخا. وانا بعدا خصني نمشي باش نربح احمد في الفلاشات. وانا بعدا كنربحكم بزوج بكم يلا يلا. وليدات باباكم عيان ويلا جاي من الحمام يلا تعشاو. خوف خوف يا ربي يعجبك اي حاجه كتصاوبيك تعجبني انت عارفه صحتك ديالها مزيانه الحمد لله. لا لا الشياكه والزاز ايوا اورا الدردوات ها الدردوات بيك يا بسم الله. لا بالصح صحتك وبراحتك عجبك خوش انا عارفه كتحماق على نانا مكناس كش علاش مشيت تا لباب مراكش اسيدي وشريتو لك. لا لا خطيك عليا حبيبه ديالي تعرفني كنحماق عليه. ميرسي مدام. ميرسي هذيك انت قربتي تخرجيها. باجور مدام باجور مسيو با 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 ياك شدو حده ها با ما وا بونجور مدام عاوتاني بونجور مدام ما علموك صحرا وتوجداتي كانت مسخناني عاوتاني غير يسخن أنا حبيبة ديالي شكل خير دوق لكم يصل لي الخبر. كيشربو يموت اللي ما شربوش حتى هو يموت. قول لي مازال فيك شي جهد بعدا باش تشترق العروبيه ولا والو؟ بيني وبينك مهلوك ولكن كيما هو الدراري خصني نديهم ضروري. ما تقرب انا بتونس فيك وحبيبتي بعيد انا ما كنتونش فيك اخويا لا كنتوحشك. اه انا حدا صافي اختي جميله والله العظيم اللي عيت في الطريق انت ما كرهتش شي خبرين هذا اه
حبيبي ما كرهت قسما بالله، كتخوي عليا الدار كنتلف خبار كتبقى ندير خلعه بالله ياك الله تعالى خلعه وانا زعما ما تنبقاش فيك انت حنا كنتوحشك بزاف كرهت بقى معاك حبيبي ديالي صافي واحد المصطفى العمر ديالي انا لالا مخلي معاكم راجل ونتوما خايفين ويدا دبو اش منار يقدروا يعمر عليا الدار عمره بك اخويا اللي خطيكم عليا ماما واش وصلنا احنا حبيبتي وصلنا واش فراسك فراسي يا راسي الصباح بالزينه يا ويلي بك تسكت بقى لي وين جاي وصلوا كيعجبو بيجي وانت الدار واحد نهار تعجبنا نجي والله يديك علي دخل راسك اولدي دخل راسك غادي يضربك البرد ولا تدخل لك شي دبانه لفمك الله عجب حبيبي اهلا اهلا ولدي لاباس عليك مرحبا بك يا ولدي الله يرضي عليك لاباس عليك اجي سلم على باسيت الله يرضي عليك الله يرضي عليك عليك يدير ابو فاطمه علي راه الدنيا مأمنة هنا خليه كنا كيدير الواليده لاباس عليها؟ لاباس الله يبارك فيك صاب باش تبارك الله ان شاء الله العام راه دات الشتوى مزيانه الدنيا وشوف الخضوره الحمد لله البادئه راه فيها الخير والبركه سعدي يرضى عليكم لعبوا غير شوية وديروا النوبة الله يرضى عليكم ما تخاصموش يا الله يرضى عليكم لا وعافاك واش ندير رزقك انت ما عندي ما ندير نشوف شي خدمه اخرى مرحبا الله اللي تبدل لنا راس ايوا ان شاء الله يدير الله خير ان شاء الله ان شاء الله وانت شو الوالده مسكينه هي لا وتجيب لك ريحتك مرحبا وليدي الله يرضى عليك دار دوات دار دوات الحاجة ديما تسولك المرأة وتبغيك ديما تجي إن شاء الله تشوف البلاد بسم الله هكا جميلة ذوق الخبز ديال أمي إيه زعما أنا راه ما كنعرفش نطيب بلا ما قلت هادشي إيه أنا عارفة حتى شي واحد ما غيجيك في بلاصة أمي فاطمة الله يخليها وا وليدي لهلا خطا عليك لهلا خطا عليك تاج راسك وليدي معاونك في الزمان ومت وليداتك الله يرضي عليك بنيتي تانتي تانتي راكي بنتي لا عمرها الله يرضي عليك الله يرضي عليك عطاني الله عمرها ديال الحلال الحمد لله الحمد لله سارة وي ماما سيرا بنيتي عيطي لعلي قولي يجي يشرب اتاي واخا ما يكون غا في ديك الشجرة معلق وراه اللي ضاربوا بنيتي ضاربوا على ديك الشجرة عليك
غندير هنايا؟ مالك معلق في الشجرة؟ قولي كتمنظر وزوينة عندك هادي، كتقولي فعلا باش تشوف الشجرة من التحت. وزن هير زويل اليوم ياه الدراري لعبوا وضحكوا بعدا فطيبه مسكينه توصي وتعاود وياه شي عزيزه عليها تا انا مقطره ليا من عيني عطور توصي فيا ياك تهلا في جميله العفريت ما تهلا في جميله انا عارف حال البيت علي بعد غدا ولدي يدخل المدرسه فرحان علي فرحان وليدي ما كانش تكون حاضر معايا نهار الاول في تخرج المدرسه ديالي ولكن الغالب الله خصني نعاود نمشي طريق العيون بعد نمشي للداخله بس حبيبي عارفه اللي كاين مقدره الظروف انا اللي فيا الخلع عرفتي شحال ولا كنتسنى في هذا النهار غير الله يدوز كل شيء بخير وعلى خير يا ربي الله يعاون سيدي يلا بابا يلا يلا حبيبي يلا 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 هك 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 صباح الخير جميلة صباح النور ربع شكرا اخبارك صحة لاباس هانية ايوا شنو في الشكارة دوي علي هضر مع تاتا حبيبة قولها انا شريت الشكارة وغندخل المدرسة وراني وليت راجل شنو باقي كاع ما كيدوي اختي اش غادي نقول لك راني مخلوعه من هاد الدخله دري ما يعرف لي دافع على راسو ولا ما زيد زيد الله يحملك الوالدين زيد صافي بابا صافي 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 عزيز شريف من ولدك ما عمرو شاف الموتور وانت ما عمرك شتي تسوق راسك تحيد عليا من هنا يلا اختي ما عرفتش علاش ولا كيوقع ليه هادشي بزاف هاكا تما كيسمع شي صداع كيدير ليا هادشي انت سير الطبيب لا خلي حتى طبيب الله على وليدي حبيبي الله يا ربي الله دابا يولي لاباس دابا يولي لاباس كما تخلعي عليه يا ربي كما تخافي عليه اختي يلا 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 جميله اختي الله يشافي ويعافي يا ربي الله يا ربي صورتك على الوالده اسمحي لي ترونت ديما تنقول لك السلسله لتحت والزواقه الفوق ياك علي اجي نرتب الادوات شوف هادي محفظتي محفظتي هادو الوان هنا غادي نرتب كتبتي فين هي الكومبا سارة ما باش الكومبا ديالي ماما ماما ما لقيتش الكومبا ديالي شوفي غادي يكون طايح غير تحت الطبله ولا تحت السداري ما عندكش الحق تقلبي لي الشكارتي انا ما كنقلبش لك شكارتك ساره شويه وراهي اللي قلبت لي شكارتي ماما ما بغاتش تفتح شكارتها دابا بينت لي بلي هي اللي خباتها حيت الكومبا ديالي احسن من الكومبا ديالي واش حماقيتي انا ما عندي ما ندير بها تبارك الله عليك ماما واقفه وانتم كتغاوتوا وحدها ياك ما بقاش الاحترام وراهي اللي جبدتني ساره حضري صوتك شكرا
مريم ظلمتي اختك ياك؟ يلا نودي بوسيها وقول لها سمحي لي. يلا علي كيف فرحت في المدرسة؟ مريم تلايف علي مزيان ما تخليش شي واحد يبسل عليه. انت عندكم مع 12 يلا تنوا عاد لهم مدرسه عندك تعطي عليه. ماما مريم واش دا ماما؟ يلا ها بنتي قبل ما يسد عنا الباب. يلا سعدي بالرجال كبروا لي سعدي وغادي ليا المدرسه. ديو فرحي بولدي اختي كبر ليا ولا ليا راجل وغادي ليا المدرسه. حيدي انت فوق قادوس ياك كنقول لك ما بقاش شي فوق خوادس. ديو تلك بعد هادي 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 سميله عليك هادي ما بقاو ديك الكلاكسونات ديال الطوموبيل. شوف شوف علي علي شوف فيا هاد الناس غادي يمشيو للقرايه وغادي يمشيو للخدمه هادو غير الكلاكسونات ديال الطوموبيل. عادي ماما شنو صاير؟ والو ما غادي والو. ديما كنقطعو من هنا مريم هذا هو ماما الراجلي وحتى كيشعل الضو الاحمر. زيد 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 تفر الله حبيبي تفر الله. انت انا جهزت كل بزاف الصف جوج من مورا جوج. شكون هذا؟ يلا هذا خويا عاد شويه بشويه. صباح الخير عليكم. صباح الخير لالا. صباح الخير السي المدير. قلتي لي انا ماما تعالي جيت عندك السيمانه اللي فاتت. الله لالا قلت عليك. صباح الخير عيالي. لا تعجبك ولدي هاد المدرسه. هي المعلمه هاد القسم مدام كريمه. صباح الخير لالا. هذا هو الوليد علي اللي ما بغاش يتكلم. هو هذا. شوفي لالا كوني هانيه مدام كريمه احسن معلمه عندي في التحضير. دابا شوفي غادي تحسن الحاله ديال ولدك ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. علي انت حبيبي هاي المعلمه ديالك سميتها كريمه وهضر معها بابا الله يعطيك الرضا. انا مزوقه فيك الا ما ديري معها شويه الخطره كيخرج غير شي حريفات وصافي. تهني عليها لالا. علي ان شاء الله دابا يهضر دابا يتكلم وغيكون من المشاهدين عندنا في لاكلاس. راه سي نورمال في الاول الامور شويه كتكون صعيبه ولكن من بعد ان شاء الله كيندمج مع التلاميذ وكيبدا يهضر. علي نمشيو ندخلوا القسم نقولوا ماما بسلامه. يلا قولوا ماما بسلامه. سلامه. يلا سكات 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 دو بار دو سكات 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 ايوا سكات. مشى ليه مع المعلمه بحال كيعرفها هادي سنين وشد ليا الصف انا مع الوليدات. وليدات وليدات ماشي الدراري خفيتي راه هنا بغاو شي حد تعرف يرا قلبو مزيان وكثير شي عالي راه عنده الاحساس بحال الرادار يهضر على 100 كيلو. شوفي سيري لدك كبير بواد وتقربي لدك كبير ديال المهاوش ولا هزيتي شي حاجه رديها لبلاصتها. صافي عافاك. صافي عادي نمشي نجيب شي سطوله وكراكه تحت بير بواد. شديت العادر
بعدو منو خلي عليكم في التيقات. انت مالك اش كيجي؟ هذاك خوها بعدو منو. ما ديرش فيهم عادي، هادو ما عندهمش لعب صافي. واش ما كيدويش؟ لا كيدوي، غير ما بغاش يدوي دابا. يلا 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 دوسمو يلا ديرو جوج جوج. علي اسمعني دابا، خصني نمشي، الاستاذ غادي تغوت عليا. صافي علي، انت خصك تمشي للقسم تاعك، انا غادي نخليك. علي مريم اجي اجي اشنو كدير تما ولدي؟ ما خصكش تطلع هنا، هنا ممنوع. يلا نزل. شفتي ممنوع نوقفوا هنايا، كون شافك دابا البشعيل بلاصات ولا يبقي يغوت علينا ما غاديش يعجبو الحال. من عيط عليك خصك تجي. دابا وصلتي لطنطان؟ وي وغدا في الرباط الصباح نشد طريق العيون. وانت درتي محرر المدرسه صافي دخل علي برا. بس كل شيء بخير اللهم لك الحمد. عرفتي جا عند واحد المعلمه غزاله الزماني سحبها نحو الشاطئ وراح يلتقط منها السمكات، والسمكات تقفز وتحاول العوده الى النهر. فجأة سمع الصياد من خلفه صوتا رفيعا حزينا يقول: يا عمو يا صياد ارحم. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. عارفه اللي كاين وبلاتي قبل ما تقطع سمع وليدات كيغنوا. Formation. Mchiti. Il ne faut pas rater, hein. Hadid Tbal. Il est Jamila. Qui est la madame le Bessalik? Alhamdulillah. Wahid Ali le Bessalik. Il se voit le khir et le rebah, alhamdulillah. Allah yakhli lik w Allah yqdrak ala wlidatk. Allah yakhli lik ma azza lik la yakhdak. Barakallahu fik madame. Barakallahu fik. Asasiya li hiya el khazan sa'il mihrari والتدريجات. وكنا هضرنا البارح على البيئه اللي بقيتو عاقلين، وقلنا عندنا الاوراق ما كيخصناش نرميوها في الارض. قلنا هاد الاوراق هادي كتوسخ لينا البيئه حسن جدا، لذلك غادي نرميو هاد الاوراق في كيس حسن جدا في كيس غيتا كيس تدوير حسن جدا. اذا غادي نمروا نديروا النشيد اللي درنا البارح، هذاك النشيد ديال مدرستي الحلوه. كلنا حافظين مدرستي الحلوه نغنيوها جميع. اجي اجي ادم حافظ مدرستي الحلوه حفظتيه مزيان. يلا
قولوا معاه مدرستي حلوة مدرستي حلوة فيها جنات فيها تربينا قولوا معنا اللي تحبونا تحلى مدرستي أم الحنونة لا 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 مدام كريمة واحد دقيقة عافية تفضل سيدي السلام عليكم وعليكم السلام سي بشعيب قالك المدير دوزو عنده الإدارة واخا أنا ماجية دابا قولوا أنا ماجية انتباه أقول أسمع أقول أسمع انتبهوا مزيان ما تديروش الفوضى حتى نرجع مفهوم مفهوم آدم اللي ناد من بلاصتو كتبوا لي حتى نجي ما تديروش الفوضى وفهميني شنو واقع قلتي شنو واقع المدير بغاك في الصباح بكري وانا مبقيتش باغا نمشي لهاد المدرسه وعلاش اختي التلاميذ قبيح بزاف وباسلين مريم هاد الهضره ما نبغيش مازال نسمعها تنقول لك ديما التلاميذ فحال خوتك عقلهم صغار وما تبقايش ديها فيهم هادوك التلاميذ اللي كتهضري عليهم راه كيعايرونا وكيغوتوا علينا ملي دخلت القسم باش نخرجوا لقيتو كيخبط في راسو بيديه خلعني يا ماما ما بغاش يسكت ليا خرجت غير بزز من القسم وقعدت التلاميذ كيهوتوا كيعايروا وحماقه واخت حماقه وانا ما قدرتش ندافع عليه كبيده ديالي الحبيبه ديالي انتي البطله ديالي انتي الكبيده ديالي انتي هي النور ديال عيني مبقيتش باغا نمشي لهاد المدرسه تا غادي نمشي عند المدير وغادي نقول له بلي خوك ماشي حماق ومربي مزيان وماشي كيضرب الحجر يا حسره المعلمه خصها هي اللي تقاد هادشي ولات هي اللي مقلقه واخا ما كاين مشكل صافي مامتي غدا غادي تقاد كلشي ان شاء الله غيكون بخير وعلى خير مريم ماما جي تشوفي علي شنو رسم هو صافي مامتي مسحي لي دموعك وصافي حبيبتي صافي صافي يلا سيري شوفي خوك شنو رسم يا سيدي ربي الله اللي خفت من وضعت فيه سارة فين تليفوني؟ ماما راه في الكوزينة كنقول لك ما بقاش تهزي الو اختي خديجة سمحي لي عيطت لك في هاد الوقيتة لاباس الحمد لله الله يعطيك السلامة تعاوني معايا غدا في واحد الساعة غادي نتعطل هذا لو مارون دابا كاين الناس بالفرنسية لو مارون بالعربية البني ما عرفت اختي عالي مع الدراري الصغار بدينا بالله وملائكة الرحمن لا دغيا دغيا انا مزوقة فيك الله يرحم لك الوالدين اختي يلا يلا
يلا تباتي فرحت الله. يلا باي باي. أأمين أحبيبي لك كنت كنهضر مع خديجة. لا ما كاين باس، غير بغيتها رجع على واحد الساعة الصباح حيت خصني نمشي عند المدير على قبل عالي. لا ما كاين باس، واخي داكشي ديال الدراري الصغار راك عارف، وخصني نبقى نمشي مرة مرة نطلو. الحمد لله، لا لا كلشي بخير، الوليدات كلشي مزيان، كلشي كيضحك، كلشي ناشط، كلشي واكل، كلشي ناعس. الحمد لله. وانت فينك دابا؟ شحال باقي باش تجي؟ ايوا صافي حبيبي، يومين ما بقى والو، تجي ونعاود لك. يلا الله يجيبك. امين امين، الله يجيبك على خير. سلام حبيبي. يا ربي دوزها على خير يا ربي. كيف قلت لك؟ لا لا، ولدك عالي قبيح وكيدير صداع في القسم، وبهذا السلوك ديالو العدواني صعيب يتحكم فيه شي حد. وما تصوريش شحال بقيت نصبر في والدين كمال، جابوا معاهم شهاده طبيه وبقيت كنطلب ونزوق فيهم باش ما يديروش شكايه. السي المدير، ولدي راه ما قبيح ما عدواني، والله ما كاين هو الدجاج على بيضه، راه غير التلاميذ ما فهموش وصافي. راه عارفه لا هادشي اللي كتقولي انا عارفه، ولكن راه صعيب التعامل معاه. راه كون شفتي لا الوجه ديال الدري كمال راه تكرفس عليه، هرس ليها من ديضرات وردوا له كله دمايات. ها انت لا شوفي، ها انت شفتي؟ راه والله العظيم انا اللي درت اكثر من مجهودي باش والدين كمال يتنازل على الشكايه، ودرت مجهودي باش نشري لهم هاد المبادر هادو، وكثر من هكا قبلته عندي في المدرسه واخا هو ما كيتكلمش وعنده 7 سنين، ودرت مجهودي باش نديرو في القسم ديال مدام كريمه. مدام كريمه احسن معلمه عندي في المدرسه، ولكن اش غادي نقول لك؟ لا ملي جيتي عندي على قبل التشجير ما كنتش داير بحساب هاد الصعوبه اللي عنده. ودابا بصراحه حنا راه ما مستعديش نستقبلوا بحال هاد العيان هاد الاطفال، وما قادرينش نتحملوا المسؤوليه ديالهم. لا وهسي المدير بديتي خير، كملوا، الله يجازيك بخير ويرحم ليك الوالدي. راه ولدي مربي مزيان، هادشي اللي وقع بينه وبين الدراري كيوقع في اي بلاصه، راه خصو غير يولفهم وصافي. سمعي لالا، هادي راه حاله صعيبه ومعقده، وانا راه ما بقاش عندي خيار، وحتى واحد من المعلمين والمعلمات ما يقدر يتحمل المسؤوليه. ورغم هادشي كلشي انا راه حاولت ندمجو في شي قسم، ولكن اش غادي نقول لك؟ الله غالبا لا، كلشي رفض بدون استثناء، راه ما عندي ما ندير لك. شنو السي المدير دابا ولدي مطرود؟ اش غادي نقول لك؟ لا ما عندي ما ندير لك. واش بغيتي نديرو في البيرو ديالي؟ راه بكل صراحه ولدك راه ما بقاتش بلاصتو هنا في هاد المدرسه. على كل حال لا، كيمكن لك تشوفي شي مؤسسه من المؤسسات راه طالله غير هما بلادنا، وانا من جهتي راه غنحاول نتصل لك بهاد المؤسسات وندير مجهودي، وغادي نعيط لك في التليفون. انا مزوقه في كسي المدير ولدي غير. تسمحي لي لا، دابا عندي مواعيد مع تلاميذ اخرين خصني لابد نشوف الاباء ديالهم. تسمحي لي. سي شعيب، فتح الباب السيده ورجع عندي دابا، بغيتك على شي غرض. علي علي، اجي بابا حدا، اجي اجي بابا حبيبي. عندك الاحسن دراسه ما يبقاش فيك الحال، ربي كبير. Thank you.
ماما كوريدا ياك. حبيبة حبيبة هالو أختي. ما تليك لابس أختي، راه ما عندي كي ندير حتى نجي، راه جراو لي على عالي من المدرسة، ما عنديش لما نخلي راجي. دابا عند صاحبتي كاع ما لقيتها أختي، ما عندي كي ندير. يلا سير. أوف. حبيبة زيد زيد زيد. انت نسي سعادة فينا هو؟ جرى عليه المدير ومشى مع ماما للدار. واش بصح ولا كتفلاي؟ صافي 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 صافي، راه واقيلا راه غير مريض. خرج 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 خرج. امين يكونوا المصاريف شحال ما بغاو يكونوا، انا ما نخليش ولدي بلا قرايه. اتفق معك، ما يمكنش نخلو ولدنا بلا قرايه، غير توكلي على الله وسيري شوفي مع الاداره يقيدوه وما تضربي حساب الفلوس. غير انتم جيتكم زيروا شويه الصمته، وانا غادي نحاول نشوف الشرجمات اكثر من هذا الشيء اللي كندير دابا، وما يكون غير الخير. الله يخليك لينا. يلا هالبنات جاوا من المدرسه غدا نقول لك باش منك. والسلام. اه بنتي طردوه. اسمح لي نقول لك باللي الاختبار اللي درنا لولدك ما عطى حتى شي نتيجه ايجابيه. مالوغوزمون ولدك ما جاوب على حتى شي سؤال، دونك ما يمكنليش نقبلو عندي. ابارامون ولدك عنده شي اعاقه في النطق. لا 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 ولدي ماشي معاق، ما عنده حتى شي اعاقه، ما كيخرجش الكلام ولكن كيخرج شي حرفات، والا تساعدنا معاه غيكون احسن. الله يجازيك بخير. شوف الله يخليك لنا، ما تفهمنيش غلط، التلامذ اللي عندي في ليكول تلامذ عاديين، ولا دمجت معاهم بحال هاد الحاله ديال ولدك غادي ياثر عليهم وغيسبب لهم في التاخير. ولكن راه حتى ولدي عادي. شوف لنا جو تو كونسي تشوف لولدك المدرسه اللي خاصه بهاد الحاله، وراه غتلقى خصك غير تسول. ما هنا راه ما يمكنليش، حنا في كاع ليكا عندنا المعدل ديال الاختبار اجباري باش يلتحق المؤسسه، وكيف ما قلت لك ولدك راه ما جاوب على حتى شي حاجه. شوي فريمون ديزولي لنا. شكرا. مدام ريتا قالوا لي بغيتيني. وي جميله، هاد المره لا بد من انذار، عييت من غمض عينيا على 10 دقائق 20 دقيقه، ولكن النهار ديال الغياب كله راه بزاف، ما يمكن لياش. ما خليتي لي في نغمض عينيا، ضروري من انذار، ما عندي ما ندير لك. انا لا غيتا غير حاولي تقدري ظروفي، راه واحد الوليد صغير جراو عليه من المدرسه، ما عنديش مع من نخليه، قلبي كيتقطع قسما بالله العظيم الا ربي اللي عالم بيه. غير حاولي تفهميني. اسمعي الله يرحم عليك يا جميله، راه كلنا عندنا وليدات وكلنا عندنا مشاكل، ولا جا اي مشكل يخلينا ما نجيوش الخدمه نسدو هاد البيروات ونتهناو. انا فاهمك ومقدره ظروفك، ولكن هادي شركه عندها قوانين خصنا نطبقوها، ما يمكنناش نتجاوزوها. اون بليس انا عارفه بك بانك تجيب معاك ولدك للخدمه نهار اللي كيكون عندك البيرمانونس ديال التشفاف، وهذا الشيء راه ماشي في مصلحتك لانه ممنوع عندنا هنا في الشركه.
تفضلي انت سنيني. شنو هذا مدام بغيتا؟ غادي نقص لك نهار ديال الخدمه في الاخر ديال الشهر. تفضلي. يمكن لك تفضلي دابا على خدمتك. جميله، هادي اخر مره، هاد المره عطيتك انذار، المره الجايه ميزابي. تفهمنا؟ تيكولي والله ما عندو من يدوز ليا خديجه والله. اقول لها تبلا مشرجه وكل تيماك وتموتي قفك. داك النهار اللي حيدو لك صافي، رانا دويت مع الدريات راه كلهم باش نعوضو لك داك النهار كلهم بوتيزاو. بقى فيا ولدي يا خديجه عذبني، جرو عليه من المدرسه ما لاقيش مع من نخليه، راني تعذبت. واحد الراس كيقول لي غير نجلس من هاد الخدمه، حق الله العظيم ما عندي ما ندير بها، ولكن كي غندير مع الايام ومع المصروف. عندك ما دير اخويا، عندك ما دير. انت ديك نفسك مالها ما تشدك الدار، مالها تمشي ولد خوها. ولد خوها وعزيز عليها من زهري الكحل، راجلها راه صيفطو الاسفي تبعاتو مشى يخدم تما. وشوفي حبيبه هي كديما تشكريها، حبيبه تشدك الدار مالها. حبيبه راه مرضت امها ومشات للقليطر على انا عندي الزهر كعباد الله. اختي القيمة كاع قامت عليك انتيا. كحلة النوارة. وقول قولي لما تاكل لك. ياش ما ياكل خديجة والله ما قد بالله. أنا لسعفتيني انت وداك الدري نزوروه. شوفي خويتي راه ما ينفعك ها تزوريه. أنا دوزتي راه كانت تشد واحد لابريز ما نقولكش عليها. ديتها عندك الفقيرة هذا ما تبارك الله درتك بحال البغلة ولا تصح مني. خاصك تخاف من بوه. تخافي من بوه؟ بوه ما يغيش. تيبقى شغي يشوفك. بقى نشوف بوه. ياك بوه خدام. انت غايجي. يمكن السبت ولا الحد. السبت ولا الحد؟ وياك حنا ما خدامينش السبت الصباح. خدمو حتى العشية. اييه. ترقب الصباح بكري. مشا انت الدري نزوروه. عين ما شافت قال ما وجع. واخا وشوفي فيا. واخا اختي خديجه واخا. وقولي وانت قولي. الله ما فيا. انت ماك شاكه فيا سحرك؟ اللي ما تعرفي. لك انا عندي سحري ليا كل نهار كنموت عليك. لا لا اختك عليا خديجه. ايه بس حتى كان رفقي واعر راه الدقه ما تقعديش. على طيابك يا خديجه من على يديك. هكا كان كيقول لي الراجل نضرب على كرشو. بقيتي تصف الطيغه بالنقير. كان صافي الضربه. اش ما كتخافش عادي؟ ما كتخافش من الفيران؟ انا والله ما نقدر نشوفها حتى نشوفها. ماما واش شفتي علي ما كتخلعش؟ انت تقدري ديريها، تقدري تكوني مع الفيران في نفس الغار. نقصو شويه من ديك التلفازه نشوف باباك ومالو ما عيطش. ماما دوزي بابا المريم بعد بغات تقول لي شي حاجه. واخا بلا تيجاوبني بعدا ساره. الو حبيبي ما عيطتي ما سولتي مالك تخلعت عليك؟ يا ربي السلامه فين هاد العاصفه الرمليه؟ ساعتين وانتم حبوسين. دابا بخير الحمد لله حبيبي الحمد لله. كليتي شي حاجه ولا مازال؟ ولا واخا غير كفيتها في خبيز وما تبقاش بالجوع. لا ما تنعش بالجوع عافاك. واخ غدا معاش تكون هنا ان شاء الله ورا المغرب. دابا انت فين في العيون؟ ايوا مزيان صافي طان طان راك قربتي. هاكا انا ندوز لك مريم ما عرفتش بغات تقول لك. هاكي تعطليش. الو بابا كما عيان شويه. وي قول لي كما نسيتيني. الله شكرا بابا انت احسن اب في العالم. موح عليك. الو سمعتيها؟ الله يخدك حبيبي هاد المشاكل كامله وقلبتي لها اليوم. الله يخدك علينا يا رب.
يلا تجيني على خير يا رب. وعندك تنسى تعشى. والله يا والديكم اللي غوت في الليل حتى نشوي. الله يشافيك، الله يشافيك يا وليدي، الله يشافيك يا حبيبي. تبارك الله، تبارك الله يا رسول، تبارك الله. يا خديجة بالصبي دويدي يا وليدي. يا بسم الله، بارك لله فاطمة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله يرضي عليك. عندك حبيبتي مشيوف العين اخو ان شاء الله يكون لاباس. يا العين حبيبتي العين. يا العين. شاش قلت لي؟ تخافي والو ان شاء الله يكون لاباس. ان شاء الله. الله يجازيك بخير يا شريف. بسم الله بسم الله بسم الله. يا هل بنات هضروا بشوية رخكم ناعس بركة من الصداع. حبيبة البارح حضرت معك في التليفون ما قلتيش يا بنا علي كان مريض، واش ضروري حاجه تعرف له ولا شنو؟ لا دابا البارح ملي خرجت انا وخديجه نديوه للبحر قلنا زعما يلعب حدا الما شويه ساعه يمكن ضرباتو شي موجه وفزقوا ليه حوايجو وضربوا البرد. كي دايره خديجه لاباس عليها بعدا؟ لاباس الحمد لله. باقا محيحه هي 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 هاك ديجا الحوت. لا هادي عتصوبه انا طاجي اليوم غنتعشى عليه انا وياك صافي دير لي خطيك يا حبيبي نعاونك ولا نمشي لا لا صافي غير غسلي يديك وسير ترتاح. يلا صافي قيتي هادي صافي سير معنا باش هي 5600 ديال هي 5600 انا جبت واحد الباجوة تحيين شتي باش كتعجبني ديما الحي سعود سير على بركة الله الله يسخر صافي الله يحفظك يونس جمع اخويا هادشي بقات بيناتنا 1500 درهم ياك 1500 درهم فلاش يدوز موراها صافي فلاش يدوز موراها انت غتمشي نتايا من هنا واحد اليومين ان شاء الله نشد الطريق ما تنساش لي لومار ولونغوسات الكبار كون هاني على شي بيانس تعجبهم المليح واش كنجيبو حنا صافي سير الله يسخر لك العشية ان شاء الله علينا ما التمارة وصافي نديرو لكم ديرو غدا ما قلتلكش خديجة شنو البارحة اختي راه ولدي علي الليل كامل وهو كيغوت يمكن بقى كيحلم بديك المرة اللي كانت كترقب ليه ولا كتقلع ليه ولا ما عادش كدير ليه وليدتي لا تزيديش فيه قسما بالله بو عيا ما يسول فيا ما لقيت ما نقول ليه سكت ما عندو والو حتى تيكون راه سميتو داكشي كيخرج راه هاديك شريفة هاديك راه ماشي يا ري خديجة عندك ما كاين والو حتى الله يهديك سيد كاع سولتك راجل كيدير بخير؟ الحمد لله الحمد لله كنت بخير تكوني جبت لي شي طاجين طاجين سخون العفريت انا عارفه اليوم ما خصش شي ياه حق سيدي ربي الا كنكون مرتاحه خديجه وهو مع وليداته ما كرهتوش يبقى معنا ديما بحال اليوم ها هو مخرجهم للبارك وساره في السوايع انا بخير خدامه بخير ساره في السوايع؟
جمعي راسك، الدرية راه وسط المراهقة، ما بتعرفش صغير، وبخير والدراري بخير والقريب كي داير، وراه كيفدفد، صباح منور العفريت. صباح الخير، حشاكم اللنتوس. تخدمنا لحد، جات مرة بحال الناس كاع، ولحد زعما راه نديرو على العائلات كبار، البحورات، الشلالات، الغابات. أو جيت تعال نقرا علينا ونقول لك دوزنا الويكاند، الويكاند ديالنا دوز وليدي. حشاك لاله. مدام جميله اش اخبار علي؟ الله يبارك فيك السي البشير، الحمد لله. طلاي لاله طلاي، سلمي عليه. يسول فيك الخير والرحمه. الله يعاونكم، خليت لكم راحه الله. انت واعر فعالي ها؟ ويلي اختي راه ماشي اول مره كيسول عليه، راه ديما واحد النهار دخل علي في الصباح عنده واحد كيشتي عنده دوك النباتات والولد كيحماق على داك الشيء. ايوا جلس كيلعب، دخلت انا بغا قلبي يسكت ليا، كنقول ليه عالي نوض، كيقول لي خلي ما دار لك حتى حاجه، انا حشمانه والراجل حشمان اكثر مني، كتوح لي مع بوزبي زعما خايفه منه، زعما هو درا كيف لي عمر هذا. ايا خوتي رانا اللي عارفاه شحال من عام هذه، هذيك الدري راه ما كاينش محل منه سبحان الله. انا ما عندي الله يجيب لي شي نقرا فين غير نحس صحيح. امين يا ربي امين. شوفي انا راك حلا الله يعطينا منه شاش يخلوا لينا ها جا ديك المجربه تقول لك ما درت لك والو وتقول شي حاجه واش درتوه وهي راه عصب بطاطا يطلع الدنيا كلها. بنين ها عجبك بابا؟ سي دومان. علاش سارة ما جاتش معانا؟ هي كتحماق على لي زامبورغر بحال هكا. سارة بنيتي هذا المدرسة، ملي تسالي ان شاء الله نجيبوها تاخد معانا، واخا؟ مرة أخرى، باقي يوم لا طويلة. سارة دابا تجي أوليدي، دابا تجي، دابا تجي. خذ هاد خصك، خذ. ملم عالي. والله اخوتي يا جميله لا احسن يدي وقت ديال الخدمه هو هاد من 6 ل 9 كاينش بحال الراس ما كاين اللي برزتك ما كاين اللي عفط لك تعاودي اييه اختي خديجه انا مزوقه فيك غادي ندخل دغيا ندوش حالتي خانزه بالعرق عافي سير هو عادي حداك تخافيش حاسير يدوش يا اخوتي الله يسمح لينا مع رقب امين قولي لي اختي سولتك على الراجل مشى ولا باقي مسكين راه شد الطريق مع الفجر الله يكون في عوانه يكون في عوانه أخويتي هذا وش على خاطرك وحيدي عرقك أنا مقابلة الدري أنصلي عشي ركعات راني خرجت ما صليتش فجر زاي السلام علي علي هولي فين مشات الدري علي جميلة علي دخل عندك هولي ياك خليت وحدك
واختي شوفي ما تخافيش عليه، ربي بان كاع نسدو ديالو معادو فين يمشي، انا غنقلب عليه دوشي على خاطرك اخويتي. ناري يا خديجه عولت عليك. لا لا ما تخافيش ما تخافيش غنقلب عليه صافي. ويلي 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 الشيماء ما ولدك انا خديجه حتى حتى اللهم لك الحمد يا سيدي ربي بعد هذا مسدود فين غيكون مشى هذا ولد ربي فين غيكون مشى هذا ولد خديجه فين جميل اختي بغيت نخبي لك طيري طيري اختي راه ديال الروينه في البيروات ويلي منين داز البيروات شفتي اختي ماشي بيتك كنت تهضر دابا طيري طيري عتقي عتقي ولدي واحد الولد غيصلي مالكم حامين عليه بجوج تبارك الله عليك يا لاله ولدك ما داير والو وهاد القاعه هاد الشيء مع شكون اللي هرس هادو وتخرفص عليها واش دري هذا ولا جن وانت ام اللي مخليه الدري بوحدو بزاف عليك الامومه شحال خصك باش تكوني ام اولا كتعرفوا عاد ولدو وتخليهم اخر مره توصلي عندي لهنا يا كيما تبقاش تجيبي لي الدري لهنا علي وسيري دابا حتى عيطوا عليك الكونسي دي ديسيبلين تبارك الله وزيد لي فيه انت عطيه لي بلونط مزيان هذاك الشيء اللي كان باقي خاصنا تبارك الله عليك والله الا تبارك الله عليك يلا سيدنا يلا كل واحد يجي على مكتبه وصل فراشه سالات يلا اش كتسناو فراشه سالات Oh!
ماما علاش غادي نزكى الصباح؟ مريم هكا سير جيب الخبز في يمي يخرج مبقايش يعني صافي انا غندي معايا عالي يلا سيري سربي عالي يلا يلا عالي نجيبو الخبز يلا علي حبيبي غير خلي فونساي ديالك لا غير خليه غير خليه يلا علي شوف انا غنمشي نجيب الخبز واخا عندك تحرك من هنا صافي انا مشيت اصبح بخير علي تبادل انا وياك عاد شوف 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 علي واعر ما بغيتيش السلام عليكم لكن انا علي استاذك علي الباب اي موجود الشريفيه بلاتي شولك انا هنا هو فين حاطين راني شتي حجش خبزات بلاتي بلاتي اجي تا كمال هذا هو اللي زرق لك عينيك ورث لك مضادر ياه هو هذا حمار شفتك كتحمر وانا مخافو دراري هذه هي اللي غتشري لنا مضاد عفاك الشريف مشيش عالي 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 اي كان عذاب هنا كيلعب يلا داز من هنا ويلي فين مشى ودخلت المخبزه باش نجيب الخبز او نتوما الدري مازال ما لقيتوه مازال ما لقيناش مازال ومالو فين بغى يغبر راه ما شفتوش حدا الدروبه اخرين واش هذاك الدري اللي هاز الغرس راه مشى من هنايا واحد الدراري كيجريو يلا داز من هنايا وضع عليه دابا 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 دابا
فيهش. لا اختي ما نفيقوش ماما غادي غنتزون نردوا على قلنا عليها. أنا عييت صافي عييت. وأنتي سبب فهادشي كامل بغيتي تبقاي هنا بقينا غنمشي نقلب عليه. سارة تسناي أنا جاية معاك. بوحدك بونزاي بونزاي راه غالية تجي معاك شي فلوس بونزاي أرا نشوف شنو هذا النمر ديال باباك هادي بونزاي هاد البشير باك بونزاي أجيش أجي نعيطو لهاد الرقم في التليفون أجيش أجيش الو الو سي البشير هذا معك بيبينياد ديال درب عزة اه راه لقينا ولدك الصغير لقيناه ما ولدش ولكن لقيت الدري الصغير عنده واحد البو فيه الرقم ديالك والتليفون البشير ها هو التليفون ديالك واحد الدري ما تيدويش لا لا جاب وحده اه الدري عنده شي 6 سنين ولا 7 سنين اسمه علي علي اه علي 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 هاك تكلم تكلم علي تكلم علي تكلم ما بغاش يتكلم مزيان مزيان كتعرف ماما غتقول لي ايوا بارك الله فيك بارك الله فيك اه اه في طريق زمور تفوت البومبا ديال ليسانس على اليمين ملي تجي سول على با حسن راه معروف تمايا بارك الله فيك شكرا سيدي سلامة شكرا اجي اجي يلا نتسنى يلا يلا نتسنى يلا نتسنى ها يلا مدام جميلة السلام معك البشير الكونطابل ديال الشركة ولدك علي لقى واحد سيد فواحد لابيبينيير في دار بوعزة الله يخليك ما تخلعيش عليه السيد راه غير من الهضره ديالو كيبان رجل طيب ولدك راه في الامان راه طمئني عليه الله يخليك اون فوا تسمعي الميساج ديالي عيطي لي عافاك في هاد النمره وانا غنعاود نعيط لك دابا شويه شكرا لاله ودابا شنو غنديرو ودوي غادي فيقو ماما قلت لك ما غنفيقوهاش
الحياه. مدام جميله، على دريسا فين كاين ولدك علي؟ كاين في بيبينيير تشجير في دار بوعزه، غير تفوتي الكروازمون غتلقاي البانو ديالهم، مشوي عليك لاله وطريق السلامه. علي بونزاي، فين هو بونزاي ديالك؟ بونزاي سلام سي بشير. هذا ولد الدري ياك؟ هذا هو علي ولد السيده اللي قلت لك خدامه معنا. علاش ما جاتش؟ لا راه غتجي، خليت لها ميساج في لابواط فوكال في التليفون ديالها. الحمد لله انت جيتي بعدا، مسكين شتو ما تيتكلمش. لا راه غادي يهضر، غير باقي معطل شي شويه. مسكين وتيفهم، تيفهم مزيان. معلوم علي كيفهم كل شيء، غير هو عنده تاخر في النمو، الحاله ديالو كتسمى التوحد. زعما ما عنده التوحد؟ لا ماشي ما عنده حتى واحد، الحاله ديال علي سميتها التوحد، يعني لوتيزم، هي معروفه في العالم كله غير حنا باقي ما كعرفوهاش مزيان. شنو هو التوحد؟ بحال شي نبته، شي بلانت كتكون كبرات ووصل الوقت باش تعطي النبته ديالها وكتعطل، خص غير اللي يعتني بها تعامل معها بحب ويعطيها الخاطر باش تكبر على خاطرها. هادي هي الحاله ديال علي. داكشي علاش عزيز علي الغرس كيموت عليه. شوف كاين جوج الحوايج في الدنيا ما يغدروكش، الغرس والحيوانات. الا درتي فيهم الخير تلقاه تلقاه. سمحوا لي انا غادي نمشي نقضي شي شغل وغادي نمشي نكمل الخدمه ديالي. الله يعاونك. الله يعاونك الشريف. علي مشو نجيبو بونزاي اخر. بونزاي اجي. فين مشى بونزاي ديالك؟ بونزاي مريم سارة تطلع حبيبة حبيبة. اش كاين؟ حبيبة خويا علي توضر. خلينا عليهم القلاص. ماماك وباباك فين هما؟ ماما مسافر، ماما مريضة بزاف. يلا يلا نشوفوا هاد الحالة هادي. الله يعاونك. مشيو من لهيه تاني يديك. شوفني خويا ماشي تشوفني. يا خويا شوفني جميلة. ولدي في دار بوعزه حبيبي. ويلي واش دار دار بوعزه هو بوحدو؟ نعرف تسولي لي جوج المنون خاطري ما قدرتش نخليه معاهم خمسه ديال الدقائق. سدني يا جميله اختي سدني باش نعرف واش كاين.
وليدي اختي شنو اللي واقع؟ ما عرفت اختي، ما عرفت والو انايا. كنت ناعسه فقط لقيت بزاف ديال الميساجات داك البشير الكونطابل اللي معايا كيقول لي ولدك فطر بوعزه. كيفاش وقع ما عرفتش. ايوا اختي اتصلي بيه من الصباح وانا كنتصل بيه ما كيجاوبش. وتهدتني يا جميله اختي تهدتني. ويلي حبيبه على نتهدن حبيبه. الضحك هذا راه عالي، هذا ما كيعرفش يهضر. ما غطرا ليه والو، ان شاء الله يكون على الخير. بغيت تهدني انت هي. جاوبني درتي حاجه في ولدي نتصدى حبيبه. قولي لي بعدا اشنو قال لك في الميساج؟ قال لي مشي بيبينيير ورا البومبا د ليسانس في طريق دار بوعزه عند شي واحد سميتو حسن. صافا اختي لبسي جلابيتك يلا نمشيو رجلي برجلي، ناخذو طاكسي ونمشيو. علي ما تهدرش البونزاي ديالك. قول لي فين كاين فيكوس؟ فيكوس فيكوس فيكوس. مزيان علي. فيكاس فيكين فيكاس. برافو. سيبيروس فيكين سيبيروس. برافو علي. فيكينا فوجير فوجير فوجير. برافو علي. فيكين بامبو بامبو. برافو علي. هاد الاوراق ديال البامبو كيقدروا يكونوا كبار وكنصوروا منو صفاره. شوف شفتي قلت لك هتلقيه بخير وعلى خير الحمد لله. الله يجازيك بخير السي البشير. عمري ما شفت ولدي فرحان ولا كيهضر مع شي واحد في حاله هكا. الله يرحم ليك الوالدين. واجب هذا لاله جميله. واجب. تفضلوا معايا لاله جميله، تفضلوا، اجوا معايا. لاله جميله علي علي خصو غير الخاطر. خصو غير العناية واللي يبغيه واللي يعتني به. ألا ما شتيش باللي أنا وعلي كنتشابهو؟ فاش كتشابهو السي البشير؟ الحالة اللي عند علي اللي كتجمعنا. كيجمعنا التوحد. التوحد؟ واش هذا مرض؟ لا بنتي. التوحد ما هو مرض ما هو إعاقة. هو حالة خاصة. علي كيسد عليه في العالم ديالو. الناس ما كيفهموش، ما كيعرفوش اش بغى يقول. داكشي علاش كيتعصب وكيبدا يخبط أي حاجة حداه وكيتجنن. وبعد الخطرات كيقدر يأذي حتى راسو. الله يا سيدي ربي، جدرت من المصيبة حتى خرج ليا ولدي بحال هكا. جميلة أختي، ما درتي حتى حاجة خيبة. بالعكس انت ربيتي ولادك احسن تربيه، وعلي بالخصوص حطها في عينيك، ما كتخلي حتى حاجه تقيسه. ما درتي حتى حاجه لاله جميله.
اللي كاين هو ان علي ما كيعبرش على المشاعر ديالو. هذا ما كيعنيش انه ما عندوش احساس، لا، هو كان كيعبر عليهم بواحد الطريقه ديالو بوحدو في العالم الخاص ديالو. يمكن داكشي علاش لقى راسو مع لي بلونط ودور عليه بالغرس والنباتات. زاي سلام ابا حسن. الله يجازيك بخير. الله يرحمك. والله العظيم اخويا كنفرحوا مني كنتسمعوا ليك وكتعطينا امل كبير في علي. سي امين، كاين امل مع علي. علي بعدا راه كيقبل بزاف ديال الحوايج اللي هي مهمه في حياته. عنده قابليه للعالم ديالو الناس ما كيفهموش، غير هو كان سكون بزربو به قبل ما يفوت الفوت. شي في حالي انايا ما لقيتش اللي شد بيديا ويعاوني، طلعت سد عليا في العالم ديالي بوحدي. قال لك السي امين سلم جرب لا تسال الطفيل. حنا يا سي البشير غير قولي لنا شنو خصو يدار وغادي نتوكلوا على الله من هاد اليد لهاد اليد. كاين جمعيات لاله جميله، جمعيات هما اللي غاديين يعاونوكم كيفاش تقريو، شدوا بيديه باش تخرجوا مسكين من العالم هذا اللي هو فيه. انا كيف قلت لساره، علي راه ما عنده لا اعاقه لا مرض، هذه غير حاله خاصه. وثقي بيا مدام جميله، راه هاد الجمعيات غادي نعاونكم حتى نتوما باش تخرجوا علي من هذا العالم ديالو ويعرف يلعب مع الدراري الاخرين كيف كيلعب مع خواتاتو. دابا السي البشير جميل قرات هي تمشي لهاد الجمعيه وتستافدوا وراه كيفاش تلعب مع علي وتخرجوا من هذا الشيء اللي هو فيه. طبيعه الحال مدام جميله مره على بال ومره تبارك الله عز المسؤوليه، خصكم غير شي شويه ديال الصبر وديروا ايد في يد. انا قلتها لك جميله قاده تبارك الله، الله يرضي عليها. انا كنشوفها كيفاش كتعامل مع علي، وانت وليدي انت ولدنا الا قبلتي علينا. من اليوم هاد الدار دارك وانا ميمتك وباك الحاج باك، وهذا راه خوك. سمعتي وليدي؟ وهذا الشيء اللي قلتيه لينا راه كيفرح. واللي درتي كملتي وجملتي وهي جبتي لنا ديك الشجره المباركه الزيتونة، واش عرفتي شنو الزيتونة؟ تبارك الله مذكورة في القرآن. والتيني والزيتوني راها فيها ماكلة ودواء وشعيل الضو. هذا أحسن حاجة درتيها لينا وكثير شي هذا الكلام اللي قلتيه لينا على الوليد. الله يجازيك بخير أوليدي. شوف العام الجاي جيت أكل من داك الزيتون إن شاء الله. سمعوا تو تو نعم زي تو تو نا زي 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 تو نا